جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا اليوم غدا تحذير ديمستورا من تدمير الأحياء الشرقية لحلب. القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة هيد في الأنبار واستعدادات لبدء معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم لاختيار برلمان يمهد لتشكيل حكومة جديدة. أهلا بحضراتكم، هذه هي الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد لقراءة إخبارية مفصلة من النيل من القاهرة. أهلا بحضراتكم. أهلا بكم. بدأت وزارة الطيران المدنية وشركاتها التابعة باستقبال الوفود الإفريقية المشاركة في احتفالية مجلس النواب المصري بمناسبة مرور 150 عاما على إنشائه، والمقرر انعقاده تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يتزامن مع انعقاد المؤتمر البرلماني العربي والإفريقي في شرم الشيخ خلال الفترة من 9 إلى 20 من أكتوبر الجاري. ومن جانبه أعلن مجلس العموم البريطاني مشاركته في هذه الاحتفالات، وصرح النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام المتحدث باسم الاحتفالية، قال إن مجلس العموم البريطاني سوف يشارك في احتفالية 150 سنة برلمان. ومن جانبه قرر رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركر إفادة جيراند هورث رئيس المجموعة الصداقة المصرية البريطانية للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يقام بمدينة شرم الشيخ. جدير بالذكر إلى أن عدد المشاركين في الاحتفالية بلغ حتى الآن 19 رئيس برلمان، إضافة إلى عدد من منظمات برلمانية دولية و15 وفدا برلمانيا عربيا وإفريقيا ودوليا. أعلنت مصادر بالمعارضة السورية سيطرة فصائل من الجيش الحر على مناطق دخلتها القوات الحكومية مؤخرا شرق مدينة حلب، وأشارت إلى أن ما تسمى بغرفة عمليات فتح حلب استعادت السيطرة على نقاط في حي الشيخ سعيد جنوبي مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري أسفرت عن أسر 10 أفراد وقتل وجرح آخرين من القوات الحكومية، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في المنطقة في حين وصلت قوات إضافية كبيرة لدعم القوات الحكومية في العدد والعتاد. معي عبر الهاتف من دمشق مراسل النيل لقاء شحادة، لقاء آخر تطورات الأوضاع الميدانية. نعم، ميدانيا لم تزل جبهة حلب مفتوحة على المزيد من التصعيد والمزيد من القتال والمعارك. هذه المعارك تشمل معظم الجغرافيا الحلبية وخاصة منطقة الأرياف والأحياء المتاخمة لمركز المدينة وخاصة الأحياء الشرقية. نبدأ مما يعني أعلنته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وسيطرة الجيش السوري ببعض وحداته على منطقة الشيخ السعيد، وهذه السيطرة التي يعني تحاول القوات السورية حاليا أن تتقدم بها وأن توسع نطاق هذه السيطرة يعني نتيجة أهمية هذه المنطقة وخاصة على الصعيد الاستراتيجي، إذ أنها تشكل مكانا مطلا وبالتالي تستطيع السيطرة النارية من خلال هذه المنطقة على مساحات أوسع ويعني أكثر أهمية بالنسبة لحركة الجيش الذي يصمم كما فهمنا من المصادر العسكرية هنا في دمشق على متابعة عمليته حتى تحرير الأحياء الشرقية من المجموعات المسلحة. هذه السيطرة تزامنت أيضا مع تقدم للقوات السورية في منطقة صلاح الدين، بعض الصفحات المقربة من الحكومة السورية ومن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تقول أن هناك تقدما ملحوظا في منطقة صلاح الدين في أحياء حلب. أيضا هناك الاشتباكات لم تزل في منطقة بستان الباشا ومنطقة سليمان الحلبي الذي يكاد يعلن الجيش السوري سيطرته التامة عليها. طبعا هناك تعزيزات تصل بالتواتر إلى مدينة حلب يعني إسناد القوات السورية
نتيجة العمليات الانغماسية ونتيجة المواجهة الشديدة التي تقوم بها التنظيمات المسلحة بوجه الجيش السوري. هذا على صعيد تلك المناطق. أيضا الغارات الجوية السورية والروسية مستمرة على عدة مناطق في أرياف حلب، في الريف الشمالي، الريف الجنوبي، الريف الجنوبي الغربي، الريف الشمالي الشرقي. هذا بخصوص مدينة حلب. بخصوص مدينة إدلب أيضا هناك غارات وهناك مواجهات مع الجيش السوري، لكن المواجهات الأعنف التي تجري حاليا في مدينة إدلب هي بين المجموعات المسلحة ذاتها، وخاصة بين جند الأقصى وحركة أحرار الشام. إذا هناك مواجهات وربما ستؤدي إلى اشتباكات كبرى، خاصة بعد أن قام جند الأقصى باعتقال عدة رموز وعدة قادة من حركة أحرار الشام. الجيش السوري أيضا في محافظة حما وتحديدا في الريف الشمالي يتابع تقدمهم، ويعني تصل إلى تلك المنطقة تعزيزات للجيش السوري حسب ما أفدنا من مصادر عسكرية. أيضا في مدينة درعا هناك اشتباكات بين الجيش السوري وبين المجموعات المسلحة من جهة، وبين المجموعات المسلحة نفسها من جهة أخرى، خاصة حركة اليرموك أو لواء اليرموك ولواء جند الأقصى. هذان لواءان يعني في حال اقتتال في منطقة أبصع في الريف الغربي لمدينة درعا. أيضا في الريف الشمالي لمدينة حمص هناك استهداف للجيش السوري ولصاريات الصواريخ التابعة للجيش السوري لمواقع المسلحين، بالإضافة إلى مجموعة الاشتباكات التي يجريها الجيش السوري مع تنظيم داعش سواء في أرياف دير الزور أو في ريف حمص الشرقي أو في أرياف تابعة لحما وخاصة في القريبة من منطقة السلمية. هذا بالمختصر من أهم التطورات والمواجهات الميدانية على الساحة. أشكرك من دمشق لقاء شحاتة. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول سوريا عقب تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام إذا ما استمرت الغارات الجوية الروسية والسورية. يأتي هذا في حين أعلنت واشنطن مواصلة مناقشاتها بشأن الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الحرب في سوريا. في المقابل حذرت روسيا من عواقب استهداف مواقع الجيش السوري. تصاعدت حدة الخلاف بين واشنطن وموسكو، فللمرة الأولى منذ اندلاع الصراع السوري قبل نحو 6 سنوات حذرت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة من عواقب التفكير في توجيه ضربات أمريكية لمواقع الجيش السوري. أود أن أذكر زملائنا الأمريكيين أن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في حميميم وطرطوس محميتان بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية S-300 وS-400، والتي تغطي مدى قد يمثل مفاجأة لأي دولة تحلق طائراتها فوق هذا البلد. الخارجية الأمريكية من جانبها أكدت استمرار البحث في الخيارات غير الدبلوماسية للتعامل مع الأزمة السورية. أما الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا فوجه نداء مؤثرا لإنقاذ الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في مدينة حلب، والتي قال إنها قد تدمر بشكل كامل بنهاية العام، داعيا مسلح ما يسمى بجبهة فتح الشام النصرة سابقا إلى مغادرة المدينة لإنقاذ عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في المدينة. أمام العالم والرأي العام، هل أنتم على استعداد لاستمرار هذه الوتيرة من القتال باستخدام هذه الأنواع من الأسلحة وتدمير الأحياء الشرقية من حلب وقتل 275 ألف مدني أجل القضاء على 1000 مقاتل من جبهة النصرة؟ أم أنكم على استعداد لوقف فوري لإطلاق النار حال خروج جبهة النصرة؟ كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد استمرار الحرب حتى خروج المسلحين بموجب اتفاق للمصالحة. التلويح باتفاق لخروج المسلحين من الأحياء الشرقية يتزامن مع تقدم ملحوظ للقوات الحكومية بعد أن اقتربت من السيطرة على نصف مساحة حي بستان الباشا في وسط حلب، فيما يشكل أهم تقدم للقوات الحكومية داخل أحياء المعارضة منذ 3 سنوات. ناشدت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل روسيا اليوم بإنهاء ما سمته بالعنف الوحشي في حلب في سوريا، قائلة إن موسكو لها نفوذ كبير على الحكومة السورية. وقالت ميركل إنه لا يوجد أساس في القانون الدولي لقصف المستشفيات، وإن على موسكو المساعدة في وقف العنف المتصاعد في سوريا.
أعلن الجيش التركي اليوم مقتل 9 من مقاتلي المعارضة السورية المسلحة وإصابة 32 آخرين في اشتباكات جرت بالأمس خلال عملية عسكرية استهدفت طرد مسلحي تنظيم داعش من منطقة في سوريا على الحدود مع الدولة التركية. وأضاف الجيش أن طائرات حربية تركية قصفت 18 هدفا في المنطقة خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى تدمير أبنية يستخدمها مقاتل داعش، في حين قتلت طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة 3 من الإرهابيين في ضربات جوية بحسب بيان للجيش التركي. بدأت قوات عراقية تابعة لقيادة عملية الأنبار عملية عسكرية لتحرير جزيرة هيت غربي محافظة الأنبار لتحريرها من مسلحي تنظيم داعش. وتمكنت قوات الفرقة العاشرة بالجيش من السيطرة على منطقة تل سود بجزيرة هيت غربي العراق لتأمين المناطق المحررة في قضاء هيت، والتي شهدت هجمات لمسلحي التنظيم انطلاقا من الجزيرة. كانت قوات الفرقة العاشرة بالجيش العراقي استعادت السيطرة على مناطق جزيرة الرمادي بمحافظة الأنبار، وتمكنت من تحرير مناطق أخرى شمالي مدينة الرمادي من قبضة داعش وصولا إلى حدود قطاع عمليات الجزيرة غربي العراق. يأتي هذا في الوقت الذي تواصلت فيه القوات العراقية أو تواصل فيه القوات العراقية استعداداتها لبدء عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن وجود قوات بلاده في مخيم بعشيقة بالعراق ضروري لنجاح عملية استعادة مدينة الموصل من قبضة داعش على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ضم مقاتلين الشيعة لعملية الموصل لن يحقق السلام. وجود قوات تركيا على الأرض العراقية غير ليست موافقة الحكومة العراقية وغير مرحب بها. حرب إقليمية لوح بها القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي على خلفية قرار البرلمان التركي الأسبوع الماضي بإبقاء قواته عاما آخر في معسكر زليغان بمدينة بعشيقة. في المقابل رد البرلمان العراقي على نص يدين قرار نظيره التركي ومطالبة الحكومة باعتبار تلك القوات محتلة ومعادية. موقفنا قوي، نحن بلد ذات سيادة، نطلب من هذه القوات أن تغادر، والعالم يؤيدنا ودول الجوار جميعا يؤيدون في ذلك. فالإصرار التركي إصرار لا أساس شرعي ولا دولي ولا قانوني له. على الحكومة العراقية أن تأخذ زمام المبادرة وأن تأخذ دورها الحقيقي وأن تقدم مصلحة البلد على كل المصالح الحزبية والفئوية والطائفية، تنطلق من هذه المنطلقات ثم بعد ذلك تجلس مع دول الجوار لحل هذا الموضوع حتى لا يأخذ هذا الموضوع أبعاد أخرى. تدخل تركيا السافر في الشأن العراقي وإن وجود هذه القوات هو شكلا من أشكال الاحتلال. نواب عن محافظة نينوى قالوا أن جميع الخيارات متاحة أمام بغداد لردع أنقرة، لكن الحلول الدبلوماسية لها الأولوية لتجنب الصدام العسكري، لا سيما بعد إشعار المجتمع الدولي بالتجاوزات التركية وإمكانية تعرضها لعقوبات أممية. على الجانب التركي أن يعيد حساباته وينسحب من الأرض العراقية، لأن أي تواجد حقيقة غير متفق عليه وتجاوز على السيادة، وحقيقة حتى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكل منظمات دولية لا تقبل بالتجاوز على السيادة. لنطرد داعش أولا، ثم بعد ذلك أخراج القوات التركية، ثم بعد ذلك نجلس طاولة واحدة في كل المكونات عربا وسنة وشيعة وكرد، وبالتالي نحسم الوضع في محافظة نينوى. وقررت وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير التركي في بغداد على خلفية التصريحات التركية التي وصفت بالاستفزازية بشأن موعد معركة الموصل وتمديد بقاء قواتهم فيها. من جانبها استدعت الخارجية التركية السفير العراقي في أنقرة احتجاجا على قرار مجلس النواب برفض تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية. وتقول الحكومة التركية أنها نشرت قواتها العام الماضي في شمال العراق في إطار مهمة دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها بالسلاح لمقاتلة داعش، لكن الحكومة العراقية تنفي ذلك وتؤكد بأنها لم تستدعي تلك القوة وتصفها بقوات احتلال. من داخل مجلس النواب العراقي في بغداد، تحسين طه، النيل. ويبقى معنا تحسين طه مراسل النيل من العاصمة العراقية بغداد. تحسين، بعد تحيتي،
صف لنا الوضع الأمني قبل ما قيل أنه استعداد لعملية الموصل. أعتذر لك على المقاطعة، يبدو أن هناك مشكلة ما في الصوت من المصدر، أعتذر لك وسنحاول الوصول إليك مرة أخرى. تحسين طه مراسل النيل، إذ كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد. أصدرت السلطات التركية اليوم أوامر لاعتقال 166 شخصا بينهم قادة في الشرطة في عملية تتصل بمحاولة تمرد الفاشلة التي وقعت في يوليو الماضي. وشملت الاعتقالات العاملين في مقر شرطة اسطنبول وامتدت لتشمل حوالي 35 إقليما، واستهدفت أيضا أشخاصا يستخدمون تطبيقا للرسائل الهواتف الذكية يعرف باسم باي لوك. وتلقي أنقرة باللوم في محاولة الانقلاب هذه على أنصار الرجل الدين فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، بينما ينفي الرجل صلته بهذا الأمر. من ناحية أخرى، اعتقلت الشرطة التركية عضوا من حزب العمال الكردستاني للاشتباه في تنفيذه هجوما بدراجة نارية ملغومة أسفر عن إصابة 10 مواطنين على الأقل بالقرب من مركز شرطة جنوب غربي مدينة اسطنبول. وباعتقال عضو من حزب العمال الكردستاني ترتفع بذلك حصيلة الأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة التركية للاشتباه في صلتهم بهذا الهجوم إلى 6 أشخاص. كانت مدينة اسطنبول قد شهدت أيضا في يونيو الماضي 3 تفجيرات أدت إلى مقتل 45 شخصا وإصابة العشرات بجراح. يواصل الناخبون في المغرب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تمهد لتشكيل حكومة جديدة. ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار 395 نائبا ونائبة. وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية المغربية يتنافس حزبان أساسيان بقوة في هذه الانتخابات، حيث يتنافس حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، إضافة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في عام 2008. في انتخابات تشريعية ستنبثق عنها حكومة جديدة، جاء تصويت المغاربة لاختيار برلمان جديد وسط منافسة حادة بين أحزاب سياسية بعينها. وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات التشريعية يحصل استقطاب قوي بين حزبين أساسيين هما حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. نحن اليوم بصدد يعني التصويت على استحقاقات 2016، وهذا واجب لأي مغربي خاص يقوم به، وحنا كنفتخروا يعني بهذا اليوم اللي كيفتح لنا يعني فرصة باش نعبروا يعني على الناس اللي غادي نصوتوا عليهم. الانتخابات تنتمناو باش يكون تغيير من ناحية ديال التشغيل، الصحة، التعليم، بزاف ديال الأمور اللي خصها مازال تزيد تطور. مع المغرب غادي في واحد تطور مستمر، وتنتمنى وتزيد المسائل تطور شوية. وفي نوفمبر عام 2011 شهد المغرب أول انتخابات برلمانية بعدما تبنى دستورا جديدا في أعقاب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية فاز بها حزب العدالة والتنمية. وتبنى المغرب منذ الاستقلال خيار التعددية الحزبية، حيث يشارك قرابة 30 حزبا في الانتخابات، غير أن 8 منها فقط تملك القدرة على تكوين فريق برلماني وفق الشروط التي يحددها القانون. وتقدم فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تأسست عام 2007 من 3 أحزاب يسارية نفسها على أنها طريق ثالث وسط حالة من التنافس
بين حزبي العدالة والأصالة. أيضا يشكل حزب الاستقلال المحافظ الذي يعود تأسيسه إلى ما قبل الاستقلال وقد قاد حكومات عدة في الماضي، يشكل قوة انتخابية متجذرة في المشهد السياسي المغاربي، ويتوقع خبراء أن يحتل مرتبة متقدمة في الانتخابات وأن يشكل طرفا أساسيا في التحالف الحكومي المقبل، وبخاصة وأن الائتلاف الحالي تعرض لموجة من الانتقادات نتيجة لاتخاذ الحكومة قرارات اعتبرتها لجان نقابية أنها لا ترقى لحجم متطلبات الشعب المغربي. ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الدكتور محمد بن حمو مدير المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور محمد، إلى أي مدى هذه الانتخابات تشكل تحولا في مسار الحياة السياسية في المغرب التي عرفت بهدوئها لحد العزوف؟ الآن نجد حزبان يتنافسان بقوة، هل انعكس ذلك على إقبال الناخبين؟ أكيد أن هذه الانتخابات تعتبر محطة رئيسية في استتمام البناء الديمقراطي، وخاصة في تدعيم ما تم بناؤه منذ دستور 2011. أكيد أن هذه الانتخابات التي يتنافس على الفوز بها بشكل واضح حزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية هي نقطة تحول، لأن الرهان الذي يسعى الجميع إلى كسبه اليوم هو رهان المشاركة، وحسب الأرقام التي أعطتها وزارة الداخلية فإن نسبة المشاركة في الساعة 12 من هذا اليوم بلغت 10% من المسجلين، وهو رقم يقل بنقطة بالنسبة لانتخابات 2011، حيث أن في نفس الساعة وبالنسبة لنفس الاقتراع كانت العدد أو كانت النسبة آنذاك 11. ثم هناك ما يمكن اعتباره الآن اتجاه بالنسبة لهذه الأحزاب في مواجهة العديد من المشاكل التي تعرفها الساحة الاقتصادية والاجتماعية، ولعل في ما يمكن اعتباره بالنسبة لهذه الأحزاب أساسي الآن هو ما هي الجهة التي ستظفر بهذه بالحسم. نحن نعلم بأن حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي وهو حزب إلى حد كبير استطاع أن يخلق بعض المشاكل فيما يرتبط بعلاقته مع النقابات بالأساس ومع أرباب العمل ومع العديد من الفئات، فبالتالي هناك الآن ترقب كبير حول من سيفوز بهذه الانتخابات بين حزب العدالة والتنمية أو الأصالة والمعاصرة. أشكرك من الرباط الدكتور محمد بن حمو مدير المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية. باقونا مع حضراتكم في هذه القراءة الإخبارية ونتابع فيها بعد حين. فوز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل السلام تقديرا لجهوده لإنهاء النزاع مع حركة فارك. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا اليوم، غدا تحذير ديمستورا من تدمير الأحياء الشرقية لحلب. القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة هيد في الأنبار، واستعدادات لبدء معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم لاختيار برلمان يمهد لتشكيل حكومة جديدة.
والآن اسمحوا لنا بهذه الوقفة وهذه القراءة في أخبار المال والأعمال. نتحول إلى محمد سليمان. تفضل محمد. أشكرك إيمان وشكرا لك تامر. مرحبا بكم، هذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها. بعد تراجعه عالميا، أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات في السوق المصرية، وعيار 21 يسجل نحو 486 جنيها. أهلا بكم مجددا، والبداية محلية، حيث تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية بنحو 6 جنيهات ليسجل عيار 21 نحو 486 جنيها. وتأثرت السوق المصرية بتراجع أسعار الذهب عالميا بنحو 8 دولارات لتسجل الأوقية نحو 1257 دولار. واتجه الذهب إلى تكبد ثاني خسائره الأسبوعية بهبوط يقارب 5% في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يونيو 2013. أصدر وزير التجارة طارق قبيل قرارا بوقف استيراد محركات الدراجات النارية ثنائية الأشواط بأشكالها وأنواعها وأحجامها كافة. وأوضح رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية سعيد عبد الله أن تقادم الموجود من هذه النوعية من الدراجات وظهور موديلات حديثة أدى إلى عدم الحاجة إلى استمرار السماح باستيراد هذه المحركات، حتى لا يكون استيراد هذه المحركات بابا خلفيا لتصنيع الدراجات ثنائية الأشواط خارج الإطار الرسمي. أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق ارتفاع صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا إلى نحو 565 ألف برميل يوميا في سبتمبر من 412 ألف برميل في أغسطس، وبلغ إجمالي الدخل الصافي الذي تلقته حكومة إقليم كردستان العراق عن مبيعات النفط في سبتمبر نحو 327.6 مليون دولار بمتوسط سعر بلغ نحو 36.1 دولار لبرميل النفط. ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب في سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل إلى 44.6 ملايين درهم، أي ما يوازي 12.1 مليار دولار. وتشكل القيمة السوقية للأسهم المملوكة للأجانب نحو 10% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والتي بلغت نحو 441.6 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي. تباطأ نمو الوظائف الأمريكية على غير المتوقع في سبتمبر للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي قد يجعل مجلس الاحتياطي للتحليل الأمريكي أكثر حذرا تجاه رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة مقارنة مع زيادة بنحو 167 ألفا، وذلك بعد التعديل في أغسطس. كانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي للتحدي قد قالت إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى خلق أقل من 100 ألف وظيفة شهرية لمواكبة النمو السكاني. هبط الجنيه الاسترليني اليوم في التعاملات الآسيوية إلى أدنى مستوى له منذ 31 عاما مقابل الدولار، وأدنى مستوى خلال 7 سنوات مقابل اليورو، مواصلا بذلك تراجعا بدأه الأسبوع الحالي وسط مخاوف من خروج قوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وهبط الجنيه الاسترليني إلى 1.18 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ العام 1985 قبل أن يتعافى قليلا ليصل إلى 1.25. وتراجعت العملة البريطانية أيضا اليوم أمام اليورو لتصل إلى 94.15 بنسا، وذلك بعدما سجلت 88.42 بنس في وقت سابق، وهو المستوى الأدنى منذ بداية عام 2009. خفضت
احتياطيات النقد الأجنبي الصينية لتصل إلى 366 من ألف تريليون دولار أمريكي في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة مع 385 من ألف تريليون دولار ومسجلة في شهر أغسطس السابق عليه. وأفاد بنك الشعب الصيني بأن هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي يشهد انخفاضا في الاحتياطي النقدي، بينما ارتفعت احتياطيات الذهب الرسمية لبكين لتبلغ نحو 78.2 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية سبتمبر، مقارنة مع 77.8 مليار دولار في أغسطس. انتهت أخبارنا الاقتصادية، وعودة لأخبار السياسة مع زميلي تامر حنفي وإيمان منصور. شكرا جزيلا لك محمد. فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام تكريما لجهوده في إنهاء 5 عقود من الحرب في بلاده، رغم رفض الناخبين الكولومبيين اتفاق السلام التاريخي الذي وقعه مع القوات المسلحة الثورية فارك. واعتبرت رئيسة لجنة نوبل كاسي كولمان أن رفض غالبية من الناخبين الكولومبيين لهذا الاتفاق لا يعني بالضرورة أن عملية السلام قد انتهت. هذا ومن المقرر أن تقدم جائزة نوبل للسلام وقيمتها حوالي 8 ملايين كرونة، أي ما يعادل 930,000 دولار في أوسلو يوم 10 ديسمبر القادم. قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام للعام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تكريما لجهوده الحثيثة في إنهاء أكثر من 50 عاما من الحرب الأهلية في بلاده، رغم النكسة التي أحدثها رفض الكولومبيين في استفتاء شعبي اتفاق السلام التاريخي الذي وقعه مع القوات المسلحة الثورية فارك. ونص الاتفاق على نزع أسلحة 5,765 من متمردي فارك وتحويل هذه الحركة إلى مجموعة سياسية تتولى مقاعد في الكونغرس الكولومبية، كما نص على تعويضات للضحايا وإجراء محاكمات ووقف إنتاج المخدرات الذي كان يؤجج النزاع. وقالت رئيسة اللجنة نوبل كاسي كولمان فايف خلال مراسم الإعلان عن الجائزة في أوسلو: The Norwegian Nobel Committee. قررت مؤسسة نوبل إعطاء جائزة نوبل للسلام للعام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس لجهوده الفعالة في إنهاء الحرب الأهلية في بلاده والتي استمرت لأكثر من 50 عاما، وكبدت كولومبيا خسائر في الأرواح تعدت 220,000 شخص وشردت نحو 6 ملايين آخرين. الخبراء يرون أن قيمة هذه الجائزة أنها تعد بمثابة حافز أكبر لمواصلة جميع الأطراف في كولومبيا برئاسة الرئيس سانتوس وزعيم فارك رودريغو لوندونو احترام وقف إطلاق النار. جدير بالذكر كانت كل توقعات الخبراء في جائزة نوبل ترجح فوز أطراف النزاع الكولومبي بالجائزة منذ البداية، لكن رفض اتفاق السلام في الاستفتاء دفعهم إلى إعادة النظر في ذلك، إلى أن اللجنة المعنية بهذه الجائزة اعتبرت أن رفض الاتفاق بأغلبية ضئيلة لا يعني بالضرورة أن عملية السلام قد انتهت. أخطرت الفلبين الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد خطط الدوريات والتدريبات البحرية المشتركة بين البلدين في بحر الصين الجنوبية. وقال وزير الدفاع الفلبيني إن الجيش يستطيع الاستغناء عن المساعدات الأمريكية. وقال الرئيس رودريغو دوديرتي طالب بوقف التدريبات العسكرية المشتركة التي تجري مع الولايات المتحدة سنويا. كان الرئيس الفلبيني قد طلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سحب مساعداتهما إذا كانا غير راضيين عن الحرب التي يخوضها ضد تجارة المخدرات. اكتحل إعصار ماثيو ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم بأمطار غزيرة ورياح قوية بعد أن قتل ما لا يقل عن 400 شخص في هايتي. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعصير إن ماثيو يمكن أن يصبح أقوى إعصار يضرب شمال شرق فلوريدا منذ 118 عاما. كأول إعصار كبير يمثل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة منذ أكثر من 10 سنوات، اكتحل إعصار ماثيو ولاية فلوريدا بأمطار غزيرة ورياح قوية بعد أن قتل المئات في هيتي. أدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 240 ألف منزل في فلوريدا، وبلغت سرعة رياح الإعصار 215 كيلومتراً في الساعة عندما اكتحل الجزء الشمالي الغربي من جزر البهاما في طريقه إلى ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا. وبينما تراجعت سرعة رياح الإعصار فإنه ظل إعصارا من الفئة الرابعة،
عندما اقترب من فلوريدا. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن ماثيو يمكن أن يصبح أقوى إعصار يضرب شمال شرق فلوريدا منذ 118 عاما. وامتد تحذير المركز الوطني للأعاصير على ساحل المحيط الأطلسي من جنوب فلوريدا إلى جورجيا وساوث كارولينا. وأعلنت الولايات الثلاث بالإضافة إلى نورث كارولينا حالة الطوارئ. وغادرت أعداد كبيرة من سكان الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة منازلهم خوفا من الإعصار. قمنا بتدريبات على إجلاء المواطنين قبل قدوم إعصار ماثيو حتى نتفادى أخطاره. كان الإعصار قد تسبب في مصرع المئات وتشريد الآلاف في هيتي بعد أن سوى منازل بالأرض واقتلع أشجارا وغمرت المياه أحياء بكاملها هذا الأسبوع، كما لقي 4 أشخاص حتفهم في جمهورية الدومينيكان المجاورة لهيتي. أقامت دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا للاحتفال بالذكرى السنوية لحرب 6 أكتوبر على المسرح الكبير. حضر الحفل عدد كبير من رواد الأوبرا الذين يحرصون على الاستمتاع بأنشطتها واحتفالاتها بالأعياد والمناسبات القومية والوطنية. بلادي 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 أنا الأرض الحرام. احتفلت دار الأوبرا المصرية بالذكرى 43 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة على المسرح الكبير وسط حضور جماهيري كبير بقيادة المايسترو حازم القصبجي والفرقة القومية العربية للموسيقى. احنا يعني ده زي كل سنة الأوبرا بتقدم احتفالات بالانتصار، انتصار أكتوبر. عملنا حفلة حلوة الحمد لله، غنينا عدة أعمال منها العمار الشريعي لأنه كان دايما بيتميز بالألحان الوطنية يعني، وغنيت منهم لحن لشادية والحمد لله يعني طلع كويس. الحفل تضمن مجموعة من الأعمال الفنية الوطنية التي لحنها كبار الملحنين وشكلت جزءا من الوجدان الوطني المصري والعربي، منها خلي السلاح صاحي، حلوة بلادي، بسم الله، وعد النهار وغيرهم. نحتفل بأكتوبر في دار الأوبرا في إطار احتفالات وزارة الثقافة كلها بالنصر العظيم 6 أكتوبر. أنا عن نفسي سعيد جدا وسعيد أن أنا قدمت الغنوة دي لأن هي بتحكي ملحمة وكل جزء فيها بيحكي حالة وملحمة من الفترة اللي عاشتها مصر في حرب الاستنزاف. في طبعا أغاني كتير، كان في البندقية وفي بسم الله وفي العدوار والأحضان، في حاجات كتير وطنية كانت جميلة جدا النهاردة. جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية تحتفل كل عام بانتصارات حرب أكتوبر المجيد في نفس الموعد وباستعدادات هائلة في الديكور والإضاءة والألحان. كل عام أنتم بخير. والآن مشاهدي الكرام هذه نقطة ختامنا، ومعها نذكر بأهم ما كان معنا من أنباء. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا اليوم غدا تحذير دمستورة من تدمير الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية. القوات العراقية تبدأ عملية عسكرية لتحرير جزيرة هيت في الأنبار واستعدادات لبدء معركة تحرير الموصل من داعش. الناخبون في المغرب يضون بأصواتهم لاختيار برلمان يمهد لتشكيل حكومة مغربية جديدة. وصلنا إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الشاملة، أتتكم من النيل. ألتقيكم مع دراسة الساعة القادمة بحول الله.